طيب براحتك. وما ناخد نقطه سريعا، ماشي. الاكل متعرف عليه الف باء، اكل صحي اكل غالي. غالي ليه؟ انا بقول لك انا بلعب دور محامي الشيطان، الشخص الاخر بيقول لك اكل غالي، انا مش هعمل شوفان سكر البليلة؟ فركتوز. نعم تحب البليله؟ لا مش بتكلم عليا انا، انت حكي المحامي اهو، بتكلم المحامي. اوكي مش عايز شوفان كل لا الشوفان هيبقى غالي، ودي ايش واكل عيش بالشوفان اغلى، وهاكل ما اعرفش ماله. العيش البلدي بتاع الفرن بتاعنا الرغيف بيشيل، ما هو ده بيتخ. ليه بيتخ؟ هما كده والابيض والبني، انت عارفه الصراحه حضرتك اكيد. كل العيش البلدي بالرده اللي هو بتاع الفرن العادي دوت هتاكل منه قد ايه؟ كل واحد بقى ماشي. انا كنت باكل 5 ترغيف لان العيش مثلا صغير، فباكل منه 5 ترغيف بس. انا عايز ابدا دايت، هتاكل من 4 لـ3، 4 ترغيف هخس. حضرتك اصلا الطبيعي بتاعك بتاكل رغيفين من اللي هو الدوت، طيب امشي لي على الرغيف او رغيف ونص. يبقى انا هفرق عن حضرتك على حسب الهيستوري، هو ده عشان كده بقولك انا اطول في الكشف، انا لازم اعرف لازم افصص الحاله اللي قدامي بتاكل قد ايه. يبقى مش ورقه وخلاص، كل واحد فينا على حسب بتاكل قد ايه. طب ممكن تفطر فول؟ ما بقاش غالي. فول كل فول، حط عليه معلقه زيت حار، حط عليه معلقه سمنه بلدي، معلقه سمنه بلدي. ما دي بقى دي مشكله تانية، بس احنا قاعدين نطلع لمشاكل. السمنه ممنوع والزيت ممنوع طبعا، عايز اخس. والسكر ممنوع والكرب ممنوع، احنا لازم ناكل لحمه واللحمه غاليه. طيب خلاص، يبقى لحمه وخضار. طيب السمنه والزيوت بس دي مهمين، عشان فيها فيتامينات ما بتعيش غير في الدهون عشان تمتص. اشهرهم فيتامين ايه الترند دلوقتي، الناس كلها فيتامين د، هي فيتامين اي ودي واي وكي، خلاص بتاع البشره وبتاع الفيتامين الف والكلام ده كله. طيب فيتامين د ده عشان يمتص بدهون، طب يبقى خلاص اكل دهون كتير؟ لا، احنا هناخد دهون بس مش الكميه العاليه للتخ، هناكل عيش بس مش الكميه الزياده التخ، احنا مشكله في الكميه وفي النوعيه. يعني انا لو اكلت الزيوت مهدرجه والى اخره تفرق تماما عن ان انا اجيب ازاز زيت زيتون بمبلغ. السعرات الحراريه تقريبا متقاربه، 45 سعره في الزيت الزيتون. طب تروح الجيم قريب. تمام. السعرات الحراريه زيت وسمنه الاثنين قريبين من بعض. تمام. مين الصحي ومين مش صحي؟ زيت الزيتون طبعا محدش عليه اختلاف، زيت الزيتون او زيت الحار هو الطب. خلاص كانت دهون بقى مش احاديه، دهون مش هتاثر لي، بالعكس هتفيدني وتعلي الكوليسترول المفيد. بقى السمنه المهدرجه والزيوت المهدرجه ابعد بقى عنها، ده تبوظ لك الكوليسترول. يبقى ساعتها ما ببصش على الجسم كسمنه، لا انا بصله كصحه. فالاثنين ممكن نفس السعر بس دي هتجيب لك كوليسترول وضغط عالي وشرايين تتقفل ومشاكل في القلب. يبقى خلينا في الزيوت الصحيه. يبقى احنا كده عملنا الفطار بتاعنا العيش البلدي، طبق الفول مع معلقه زيت الحار وشويه جرجير. ما اعتقدش كده غير البروتينات، عنصر البروتين حيواني وخلي من الاحماض الامينيه يا فندم. عايز تاكل بيض؟ لا وبيض بس في الاخر قريش. فكره اللحوم في حد ذاتها، يبقى احنا دخلنا على الغدا. دايما هقول لك شريحه لحمه مشويه او مسلوقه معاها خضار، ده الوصفات بتاعت الدكاتره بتاعت الدايت في العموم. يعني انا عايز ما ناكل باميه وملوخيه وكوسه وسبانخ ونعمل الاكل كده ليه؟ انا عشان عامل ريجيم ابقى انا قاعد في حته لوحدي ما حدش له دعوه يا جماعه، دوت قاعد في نوتي كورنر علشان خاطر ده بيعمل ريجيم. ما تاكلوش قدامي اهو. ما تاكل ليه يا جماعه؟ احنا السفره قدامنا، هنعمل الباميه هنعمل الرز، انت بس المختلف هتاكل كميه الرز بتاعتك قد ايه. اللحمه لو هم حمروها ما تحمرهاش، اشويها في الفرن، حط عليها معلقه طماطم واشويها في الفرن. هتاكل الخضار العادي اللي هو اهو مش شوربه خضار، اصل دايما يقول لك ما دام بتعمل رجيم كل شوربه خضار او كل خضار سوتيه، وممكن ما اكونش انا بحبهم عشان كده كرهت الرجيم. لا هناكل الطبيخ العادي بتاعنا، باميه وكوسه وسبانخ، بس هتعملهم بطريقه صحيه. اللي هو الخضار اللي هو ما بيبقاش متسبك، اللي هو ما تجيبش كده طبقه سمنه كده من على الوش عشان الاكل ده مخدوم، لا انت اعمله ني في ني، وبعد ما الاكل يستوي حط معلقه السمنه البلدي او الزبده البلدي بتاعتك. اكلت مع اهلي على فكره، العامل النفسي ده مهم. ما انا ملاحظ ان انا كنت يعني بعمل كنت ضغط على ده. هقول لحضرتك في الفصل انا عملت فيهم ايه. على الجانب الاخر السكريات، ودي طبعا من الطفوله، اقعد عاقل هديك حاجه حلوه وتستمر القصه لحد ما نفسي هفاني على كذا. بالظبط. لا دي بقى المشكله، دي انا مش يعني مش عارفه اتصالح ما بين السكريات او النشويات البسيطه، مشكله يعني مش عارفه اقول لك لا عادي الا لو اخدتها مره كل فين وفين، ويا ريت تبقى بعد اكلك يعني بعد الفطار بعد الغد. يعني نفسي مثلا خلاص انا بحب الشوكولاتات، اتعودت عليها من صغري احلها ازاي. في الجيل الجديد مش هعودهم على الشوكولاتات بس انا اتعودت عليه. دكتور احنا في رمضان في عز الصيام، انت لو شفتي الاعلانات الكنافه والقطايف يعني بتحسي انه في حاجه غلط، يعني احنا بنعمل ايه؟ يعني انا ممكن بديلهم كنافه وقطايف في رمضان، ليه؟ عشان رمضان ده موسم، يعني انا القطايف مش عندي طول السنه، فما اجيش احرم المريض بتاعي من القطايف اللي معموله في شهر رمضان بس. طب هاكل الكميه قد ايه وطريقه طهيها وامتى؟
دايما اقول لو نفسكم في الحلويات، خصوصا الناس لسه بتبدا معايا دايت، لسه في اول سلمه، ما ينفعش اكرههم في الدايت اقول لهم ممنوع 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 ممنوع. وبنعمل ايه؟ كله بعد وجبه رئيسيه نعمل حاجه اسمها ميكس ميل. يعني انا دلوقتي هرمون الانسولين اللي انا مش عايزاه يزيد، اللي هو بيزود لي الدهون وخصوصا دهون البطن، بيزيد مع السكريات. طيب انا لما اكل مثلا زي ما اتفقنا رز او عيش ومع الباميه ومعاه مثلا لحمه او الفراخ، واكلت دي وجبه متكامله بتاعتي مع السلطه، وانا لسه على السفره كلك الشوكولاته اللي نفسك فيها، او كلك الكنافه، او كلك الحاجات اللي هي دي بكميات معتدله طبعا، بكميات انت شبعان بقى. طب وانا اسف برضه لربات المنزل، بما ان احنا قاعدين في المطبخ دلوقتي، فكره يعني بعيدا عن المحليات اللي هي ما اعرفش شو بيسموها كيميكلز، مش السكر العادي، في اللي هو بديل السكر، في امن حاجه موجوده دلوقتي في السوق اللي هي من نبته الاستيفيا، اللي هو نبات الاستيفيا نفسه. مين النبات الاستيفيا دوت؟ ان هو محلى من نبته، يعني هو مش سكر، مش مصنع، هي النبته نفسها كده. بس انا بقى كرأيي كدكتوره، احنا في ابحاث كتيره اتعملت على الاستيفيا، بس هل في ابحاث اتعملت على اللونج ران؟ يعني ايه؟ دي حاجه لسه جديده مكتشفينها من كام سنه. فاكيد الابحاث ما اتعملتش لما دوت انا هفضل عايش 20 سنه بالاستيفيا. ما هي لسه ما اتعملتش. فدايما بقول ابتدي اعتمد على ان حواس التذوق او التست بادز اللي عندك ابتدي قلل. يعني انا باخد 3 معالق سكر ابيض في كوبايه الشاي بتاعتي، هبتدي اشيلهم واحط مكانهم مثلا اللي هي النبته بتاعت الاستيفيا، خلاص. طيب لما هاجي ابتدي في الاسبوع دوت هبتدي اقلل الكميه. يعني انت لو بتجيبها مثلا معلقه، ابتدي اقللها تبقى نص، كمان اسبوع اقللها تبقى ربع، لغايه ما انت تتعود ولا على الاستيفيا ولا على سكر ابيض ولا على اي حاجه. العسل، العسل النحل حلو قوي بس سعرات حراريه. يعني انا ممكن اخده عشان مناعتي، باخد مع عسل معلقه مثلا مع كوبايه الزبادي او كوبايه اللبن، مفيد للمناعه بتاعتك ومفيد لصحتك. لكن ما افضلش بقى يعني اكل فطير بعسل مثلا يعني.